على بركه الله نفتح هذا المستشفى اللي وعدنا الناس انه كل مشاريع متلكه نعمل على تنفيذها. ان شاء الله يكون بدايه خير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبعين سرير عناية مركزة موجود في هذه المستشفى. إذا بردوا قسم الرجال؟ نعم. هذا الرجال. هذا الرجال وهذا النساء. بالجهة الثانية. 24 ساعة عملية طوارئ. يتم إجراء تحتاج عملية وصاية. عمليات صحيح. تحتاج عملية. مشكله بالقلب نساعده بعدين الى انعاش القلب، مثلا يحتاج رئه ندخله الى انعاش الرئه، يحتاج تداخل جراحي ندخله الى صالات العمليات. عندنا مشاريع متلكه، هذا اول مشروع تم انجازه وان شاء الله قريبا نسمع بالمحافظات العراقيه كل مشاريع تم انجازها منذ سنين وقالت متلكه سوف تفتتح قريبا. تدبير اليوم في كربلاء، قريبا ان شاء الله في النجف والناصريه، نواعد الناس الجانب الصحي سوف ياخذ مدى كبير من اهتمام هذه الحكومه. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم نحن في مدينة كربلاء المقدسة نفتتح مستشفى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لتكون بداية وعود قطعناها على أنفسنا ومع زملاء الوزراء بتنفيذ كل وعود لتقديم أفضل خدمات للمواطنين. هذا المشروع كما تعرفون مشروع كان متلكئ، واخذنا القرار والعزيمه ودخلنا التحدي انه يجب ان نفتتح خلال اقل من شهرين من عمر الحكومه، والحمد لله والشكر تم افتتاحها. وهي رساله وتحدي الحكومه ان المستشفيات المتلكه في المحافظات الجنوبيه المحرومه ان مستشفيات القادمه ستكون في الخدمة قريبا خلال أشهر قريبة جدا. وعد هذا المستشفى مع الأسف الشديد تأخر كثيرا في خدمة الناس، ومن المحزن جدا أن يتأخر مستشفى أكثر من 11 سنة لكي يرى النور، ولكن الحمد لله والشكر اليوم بدأنا. العراق في تحديات كبيرة ويحتاج تكاتف وتكامل الجميع. اليوم احنا في مرحلة حساسة، علينا أن نحارب الفساد فيما يخص المشاريع المتلكة والإجازات الاستثمار التي منحت لبعض المستثمرين وصار على مضى على حصول هذه الموافقات سنين. الآن فرصة تاريخية لأن نتكاتف جميعا ونكون يد واحدة لعبور شاطئ الأمان. على خير. قرية الفاتحة لأم البنين، لقيت الحسين أشوفك مظلوم ويمك بعد 15/9 2017 واضحة صارت. أوصيكم بوصية اليوم إذا تقبلها سولف لك، ونريدك مثل ضرب السيف كلها سولف لك. حياك. أوصيكم بوصية اليوم إذا تقبلها سولف لك، ونريدك مثل ضرب السيف كلها سولف لك. فعلك فعل ما موجود، ما موجود، فعلك فعل ما موجود. يلي والله أنا خلي وأنا خلك، أو الريد الباري حفظك. يا من كلك زاد الريد الباري حفظ، يا من كلك زاد. ومشاهدة كربلاء نطلب من عندك ان تضرب في الحديث على هذا المريض الجيد. بارك الله فيك، عيونك حلوه، عيونك حلوه وكلامك صادق. كربلاء تستحق اكثر من هذا. بارك الله، الله يحفظك. تستحق سكان كربلاء، مشكور. بارك الله، احسنت. والله وكيلك محمد كفيلك، بس الله يذبحها وذل القطعه، بس ادري ما المجال فيها لو حتى لو قطعه زين ما عندك. ادري فيك سيدي، ما خليني اخدمك سيدي، بس تروح اتي الله وكيلك ومحمد كفيلك، بس تروح عنا تي الدور الاقتصاديه هذه. لا بس انا عندي انا تحتاج قطعه سيدي، بس تاخذ تعال الاسبوع الجاي تاخذ قطعه تروح من المحافظ. تعال الاسبوع الجاي بامر السيد الرئيس قطعه لك. الله يحفظك سيدي بحق الحسين. نتمنى كل التوفيق، واقول لكل المواطنين انطونا الفرصه لافتتاح وتأسيس بعض المشاريع. أعرف التحديات كبيرة، ولكن يجب أن نتعاون جميعاً لتجاوز هذه التحديات. أتمنى من الإخوان في بلدية النجف أن ينافسون إخوانهم في محافظة كربلاء لتكملة هذا الطريق حتى نوفر خدمة للزائرين ولسكان محافظتين. بدعمك وبوجودك وجود السيد المحافظ. موفق إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآله. شلون الشباب؟ طيبين؟ كادر عراقي أبطال. الاعتماد على النفط كانت تجربة فاشلة، وخلت الدولة والحكومات في إحراج دائم. العراق ما زال لحد هذه اللحظة يحاول أن يعتمد على النفط بنسبة 95%. هذا انعكس على توفير السيولة عندما تعرضت أسعار النفط للانهيار. الآن عندنا خطة إصلاحية، خطة الورقة البيضاء لإصلاح النظام المالي والإداري بالعراق حتى نتجاوز ونحاول نتحرر من عبودية النفط. القطاع الخاص، الزراعة، يجب أن تأخذ دورها في بناء العلاقة الاقتصادية المالية في العراق والعلاقة مع المجتمع وبناء فرص عمل للمواطن. اليوم شفنا في أحد المعامل بالقطاع الخاص هناك أكثر من 1000 مواطن عراقي يعمل في هذا المعمل. مش معقول خزن بهالطريقه؟ والله استاذ هو الخزن عمودي. هاي نسبه جوابها ما تتعدل 3. بس ما يخاف شنو قيمه هذا النوعيه الجيده بهذا الخزن؟ والخزن بهالطريقه البدائيه. سائل المعدني رئيس الوزراء، هذا السائل المعدني اللي قلت لك عليه. والله جريمه هاي. اي والله جريمه. والله استاذ ذهب مصفط، ذهب يعني. هاي يعني التمر تستاهل ان نبني لها سائل ومعدني 200,000 طن. هذا جهد الفلاح وعرق الفلاح وتعبه، وبعدين بهالنتيجه قريب تقرير ما حصل في هذا الموضوع في هذا السالفه. ليش هذا تعطل؟ وليش عندنا هذا الخزن؟ اريد نتيجه خلال اسبوع، طول التقرير. اليوم شنو؟ اليوم ثلاثاء القادم عندي اجتماع مجلس وزراء. اريد التقرير موجود عندي، اقدمه لوزير التجاره في اجتماع مجلس وزراء، نشوف ليش هذا صار التلكؤ. اذا ما يجي التقرير حاسبكم لكم ترى. سكر وما بيها سلطه وطرد واستاذ صايد ضده مقابلات رجال ما قصر عنا. هذا تليفوني وانا خادم لك، احنا الشعب خدام لك وانت اخونا. باسم الشعب نفتتح هذا الخط الحولي المرحله الاولى دوار الامام حسين، ونبارك لسكان كربلاء هذا المشروع. مبارك الله، مبارك الله، موفق ان شاء الله، موفق. وهاي انا بالحكي خدمت. وصلت